طبعا احنا عندنا ميزه جميله جدا في الريسبشن، ان احنا عندنا احنا بنستقبل الداتا بتاعتنا زي ما احنا كنا شفنا في البلوك دياجرام وندخلها على كمبيوتر. اوكي احنا ممكن نعمل حاجه لطيفه جدا بقى. احنا مشكلتنا في الترانسميشن ان احنا ما نقدرش غير نبعت عند فوكال بوينت واحده، لان احنا ما نقدرش نبعت غير مره واحده، فالمره الواحده دي لازم يبقى محدد نقطه محدده هي اللي بيبقى فيها الفوكال بوينت. انما في الريسبشن انا ممكن اعمل حاجه جميله جدا، ممكن لما اكون في الدبث القليل هنا ممكن اعمل ريسبشن بفوكال بوينت هنا، وبعد شويه لما اكون بعمل ريسبشن هنا انا عارف ان الريسبت بعمل ببقى عارف انا بعمل ريسبشن منين، لان انا عارف من الايكو رينجينج ان انا الوقت بتاعي كل ما بيعدي كل ما بقى في ديبث اكبر، واقدر احسب ديبث ده فين بالظبط. فلو انا بستقبل من هنا دلوقتي انا ممكن اغير الديليز اللي انا كنت حاططها بحيث ان هي فعليا النقط اللي جايه لي من هنا تبقى ان فوكس. اوكي فممكن افضل بقى كل الباث بتاعي كل اللاين بتاعي اللي هو بتاع الريسبشن ده اخلي عند كل نقطه اكشوال يبقى فيه فوكال بوينت. فده بنسميه دايناميك ريسبشن فوكسنج. الحقيقه المكن اللي كان موجود في الثمانينات كان يعني نادرا ما كنا بنلاقي فيه ده، كان دايما بيبقى فيه ستاتيك فوكسنج، وكان دايما ممكن يبقى عنده مثلا يكومباين تو ستاتيك فوكال بوينتس مثلا عشان يبقى ايه، يبقى عنده بيقسم الرينج بتاعه لنقطتين. يعني كل مثلا لو انا فرضا عندي 20 سنتي ببص عليهم ممكن احط مثلا فوكال بوينت مثلا عند سي مثلا 7 8 سنتي وفوكال بوينت ثاني عند 15 سنتي. اوكي وانا بستقبل يبقى بكومباين الاثنين مع بعض. اوكي دلوقتي لا، في الجزء بقى اللي ابتدى فيه الالترا ساوند يبقى مور لاس ديجيتال، يعني باخد كل الحاجات بتاعتي دي ادخلها عندي في الديجيتال سيستم بتاعي وابتدي ابني بيها بعد كده او اعمل بيم فورمينج دوت او الديلي سام بيم فورمينج ده في الديجيتال دومين، اتاح لي الكلام ده ان انا اغير بطريقه فيري فلكسبل الطريقه بتاعت الريكونستراكشن بتاعتي، واقدر اعمل ريكونستراكشن عند كل نقطه اكن عندي فوكسنج عند النقطه دي. اوكي فده مهم جدا جدا ان احنا نبقى عارفينه، وده طبعا حاليا ما اعتقدش ان حد المفروض يشتري مكنه ما فيهاش دايناميك ريسبشن فوكسنج، لان ده طبعا بيفرق جدا في الكواليتي بتاعه الصوره، بيخليه دايما الشكل بتاع البيم بتاعي يبقى مور اور ليس يبقى يونيفورم تقريبا. يعني لو احنا تخيلنا ان احنا عندنا فوكال بوينت بس اف 4 هنا، البيم بتاعي هيبقى شكله عامل كده، لو يعني شايفين يعني بيدايفرج بسرعه جدا بعد ايه بعد النقطه دي. لو انا عندي فوكال بوينت هنا هلاقي البيم بتاعها جاي كده برده وكده، هلاقي برده ان هو هنا واسع جدا، يعني هنا شكل البيم مش مقبول خالص، وبرده بيدايفرج هنا اقل كل حاجه، بس شكل البيم هنا يعني فعلا شكله وحش. نفس الكلام لو انا خليت فوكال بوينت بتاعتنا هنا هلاقي برده شكل البيم هنا سيء جدا، يبتدي يبقى هنا معقول وبعد كده يبتدي يبقى وحش تاني. انما لو انا مشيت عند كل نقطه يبقى انا معنى كده الجزء اللي هو احسن جزء في كل واحده من الفوكال بوينت انا اكشوالي ماشي بيه في كل الاماكن، يعني كل واحده من الكيرفز الموجوده عندي دي معناها ان في عندي هنا فوكال بوينت في المكان ده. فدي الحقيقه ميزه كبيره جدا في الدايناميك فوكسنج او دايناميك ريسبشن فوكسنج، عشان فيها فعلا بيبقى شكل البيم بتاعنا بيبقى مور اور ليس يونيفورم يعني في كل حته في البيم.